الأحداث تتسارع والأوضاع خرجت عن السيطرة. نتنياهو يتحدى بلينكن، والأخير يندم على زيارته للشرق الأوسط. فهل بدأ الخلاف بينهما؟ فاجعة، مقتل 21 شخصا من عائلة واحدة في المدينة، وقصف للباطل عنيف على بلدات جنوب لبنان. فما الحصيلة؟ مفاجأة كبيرة، دعمها تراجع في الكونغرس، تململ نواب ديمقراطيين من الباطل. فما الذي يحدث؟ والمزارع أصبحت ثكنات عسكرية. كيف تضررت الزراعة في الباطل من الحرب؟ على غير العادة، متظاهرون يلطخون أبواب البيت الأبيض بالطلاء الأحمر. هكذا فجرتها واشنطن، وخطة الباطل لإدخال الوقود إلى المدينة بكميات وأهداف محددة. صدمة كبرى، اجتماع عمان يبرز جوهر الخلاف بين العرب وواشنطن بشأن الحرب على المدينة. والغواصة الذرية الإمبراطور إلكسندر الثالث تنفذ إطلاق صاروخ بولافا. فما القصة؟ منظومة الدفاع الجوي الروسية تعترض أهدافا في سماء ميليتوبول. إليكم التفاصيل. قصف عنيف من الباطل على المدينة. قالت وزارة الصحة إن 21 شخصا من عائلة واحدة قتلوا في قصف للباطل استهدف المدينة. وأوضحت الوزارة 21 قتيلا من آل أبو حصيرة في استهداف لمنزلهم المأهول بالأطفال والنساء، وصلوا مجمع الشفاء الطبي في ساعات الليل المتأخرة. ويوم أمس أعلنت الوزارة ارتفاع حصيلة القتلى في المدينة إلى 9488 شخصا، من بينهم 3900 طفل. قصف عنيف على جنوب لبنان. إن أطراف بلدات علم الشعب ومروحين والظهيرة والناقورة واللبونة وتبليسين تتعرض منذ صباح الأحد لقصف مدفعي عنيف. يأتي ذلك بالموازاة مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على طول المنطقة الحدودية الجنوبية للبنان. وكانت المناطق الواقعة بين العباسية والغجر وعلى أطراف حلتا وكفر شوبة قد تعرضت ليلة السبت لغارات مكثفة. وفي ساعة متأخرة من يوم أمس أعلن جنوب لبنان استهداف موقع جنود للباطل داخل منزل في مستوطنة المطلة. جدال في الكونغرس الأمريكي. بعد أسابيع من الوقوف غير المشروط خلف الباطل في هجومها على المدينة، بدأ النواب الديمقراطيون المعتدلون في الاعتراض بناء على تداعيات الغارات العنيفة على المدنيين مع اقتراب الصراع من إتمام شهره الأول. حسب تقرير صحيفة بوليتيكو الأمريكية، فإن كل من السيناتور كريس مورفي والسيناتور ديك دوربن والنائب جيسون كرو يبدون عدم الارتياح من التصعيد، فيما اعتبره التقرير تحولاً ملحوظاً لأنهم ليسوا من الجناح التقدمي اليساري، وكانوا يؤيدون الباطل والمساعدات العسكرية لها تأييداً شبه كامل. وأشارت بولتيكو إلى زيارة دعم المدينة بين الديمقراطيين، وكذلك تصاعد الاحتجاجات ورسائل الموظفين والمظاهرات الغاضبة التي تهدف للضغط على الحزب للتعامل مع الوضع بشكل مختلف في الحرب التي لا يبدو لها نهاية في الأفق. الأراضي الزراعية في دولة الباطل. تتصاعد التحذيرات في الباطل من تعرض البلاد لنقص حاد في الغذاء في ظل توقف الزراعة بمساحات واسعة وتراجع العمالة لصالح التجنيد في الجيش أو لمغادرة البلاد. واستدعى الجيش أكثر من 300,000 من جنود الاحتياط، معظمهم من العاملين في مجالات التنمية ومنها الزراعة، ليشاركوا في الحرب التي أعلنتها على المدينة. ومع استدعاء هذا العدد الكبير، بدأت قطاعات اقتصادية داخل الباطل في التضرر بشكل كبير، لا سيما الزراعة التي توفر لها اكتفاء ذاتيا في كثير من الأغذية الأساسية. مظاهرات احتجاجية داخل البيت الأبيض. لطخ متظاهرون سور وأبواب البيت الأبيض بالطلاء الأحمر تعبيرا عن مناهضتهم للحملة العسكرية العنيفة التي تشنها الباطل على المدينة. وفي وقت لاحق شهد المتظاهرون في واشنطن يحاولون تسلق بوابات البيت الأبيض الحديدية، وهم يطلقون عبارات تندد بدعم الرئيس الأمريكي جو بايدن المطلق للباطل. وهتف المتظاهرون في واشنطن قائلين
بايدن بايدن، لا يمكنك الاختباء، لقد اشتركت في الإبادة الجماعية. إدخال الوقود إلى المدينة. كشف تقرير أمريكي أن لدى الباطل خطة مفصلة للسماح بإدخال الوقود إلى المدينة في حال نفاده بمزيد من مستشفيات القطاع. وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية صاموئيل ويربرغ قال في تصريحات خاصة إن الولايات المتحدة تعمل بشكل نشط لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية بشكل كبير إلى المدينة، وحث الباطل على السماح بإدخال مستويات الوقود اللازمة دون توجيهها من قبل الفصائل. وأضاف المتحدث: نحن نواصل التأكيد على الحاجة الملحة للوقود في المدينة، ونناقش مع شركائنا الطرق الممكنة للسماح بإدخالها من أجل المدنيين. الخلافات بين العرب وواشنطن. كشف اللقاء الذي جمع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع عدد من نظرائه العرب في عمان أنه رغم وجود قواسم مشتركة لا يزال هناك خلاف جوهري يفصل بين مواقف الطرفين من حرب المدينة. وتحدث الصفدي عن نقاط التقاء بين الموقف الأمريكي والعربي شملت ضرورة إيصال الدعم الإنساني الكافي والفوري، وضرورة حماية المدنيين، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، ورفض تهجير الفلسطينيين من وطنهم. لكنه قال أيضاً: حديثنا اليوم خلال الاجتماع كان معمقاً وصادقاً، وعكس مواقف عربية أمريكية متباينة لما يجب فعله في هذه المرحلة. في المقابل أكد بلينكن معارضة الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في المدينة، قائلاً إن وجهة نظر واشنطن هي أن وقف إطلاق النار الآن سيجعل الفصائل قادرة على إعادة تجميع صفوفها ومهاجمة الباطل مرة أخرى. مع ذلك أقر بلينكن بضرورة التفكير في كيفية قيام الباطل بذلك، مشيراً إلى أنه تحدث مع الحكومة حول اتخاذ الإجراءات الممكنة لحماية الأرواح البشرية ومنع وقوع ضحايا من المدنيين. الغواصة الذرية الروسية العملاقة. أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن الغواصة الذرية الاستراتيجية الإمبراطور إلكسندر الثالث نفذت بنجاح عملية إطلاق اختباري باليستي من طراز بولافا من البحر. وجاء في بيان الوزارة: في إطار المرحلة النهائية لبرنامج الاختبار الحكومي، نفذت الغواصة الذرية الصاروخية الاستراتيجية الجديدة الإمبراطور إلكسندر الثالث عملية إطلاق ناجح لصاروخ باليستي عابر للقارات من طراز بولافا من النوع البحري، وتم الإطلاق من البحر الأبيض إلى ميدان الاختبار القتالي كورا في شبه جزيرة كاماتشاتكا. وجرت عملية إطلاق الصاروخ بشكل طبيعي من تحت الماء، ووصلت رؤوس الحربية إلى الهدف في الوقت المحدد. اعتراض أهداف أوكرانية. اعترض نظام الدفاع الجوي الروسي أهدافاً جوية أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية فوق مدينة ميليتوبول بمقاطعة زابوروجيا. وأفاد ممثل الوحدات العملياتية: لقد أسقطت أنظمة الدفاع الروسية الأهداف الجوية للعدو، ولا توجد إصابات أبداً. وأخيراً عزيزي المشاهد، هل المظاهرات الاحتجاجية في البيت الأبيض ستنعكس سلباً على العملية البرية في المدينة؟